مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير يا ريس، مساء الخير يا فندم. انا احمد رافت، بيسموني مذيع الشارع، ملقب مذيع الشارع، مش متعود على جو اشكركم جميعا، مش متعود على جو القاعات مني للشمس على طول، فدايما حرقان وكده. فانا مبسوط ان انا مع حضراتكم النهارده. احنا عملنا فيلم اسمه كلام القلب، كلام القلب، كنا بنصوره مع ستات مصريات فضليات، كل واحدة فيهم كان عندها قصة طويلة جميلة جدا، كل واحدة فيهم كانت قادرة وقوية انها تتكلم قدام الكاميرا، كأنها بتقعد قدام الكاميرا بالساعات. ناس حضراتكم ما يعرفوش، احنا في اول الحلقة هنتكلم او في الفيديو هنتكلم عن ايه، ما يعرفوش الفيديو ده هيتذاع فين، ما يعرفوش ان حضراتكم اللي هتشوفوا الفيديو ده، ويمكن اتفاجئوا. قبل التصوير كنت بحاول ان انا يعني اخفف التوتر بتاعهم شويه قبل ما نصور، عشان يكونوا بيتكلموا براحتهم. فكنت بسالهم حضرتك قلت كام مره انا سايبه لكم البيت وماشيه. طبعا كلهم قالوا قلنا كتير، بس كلهم ما عرفوش الباب بتاع البيت، عشان الست المصريه ست زي امي، بتحب اولادها، ربنا يشفيها وربنا يخلي لنا كل ام مصريه ويرحم كل ام، ربنا يرحمها يا رب العالمين. شكرا يا فندم. وحابب اقول ان الفيلم اسمه كلام من القلب، بس بعد ما حضرتك هتشوفوه هتشوفوا الست الجميله، اللي كان نفسي اسميه الست الجميله، اللي قالت انا عندي 70 سنه بس انا قويه. شكرا جدا يا فندم. سامية فوزي، نريمان نادي، ليلى محمد محمود. استاذة ليلى، مين الست الاريتريه في حياتك اتقال عليها ست مكافحه؟ والدتي، يعني دي اللي بشوفها بالنسبه لي القدوه بتاعتي. كانت مديره المدرسه اللي كنت شغاله فيها، بتعرف تعمل من كل حاجه كل حاجه حلوه. انا اول واحده ست مكافحه، ببيع واشتري ولو لقيت شغل اشتغل وبعمل كل حاجه. يعني انا عندي 70 سنه اهو، داخله في ال70 وكويه. البيت ست مش راجل، معلش ربنا يديكوا الصحة، بس الست ممكن تقوم بكل حاجة. شايفة الست المكافحة دي تستاهل ايه؟ تستاهل يتقال عنها الأم المثالية والمعلمة المثالية. لو هكفيها بعزة بصحة واطلعها عمرها. بيقولوا على الست المصرية إنها ست ناصحة، تعرف تدبر نفسها وتعرف تمشي الدنيا مظبوط، تلم الأمور وتحافظ على بيتها وأولادها، بترضى بأي حاجة، أي حاجة قليلة كتيرة بترضى بيها، تقدر تمشي نفسها من أقل الإمكانيات. إزاي الست بقى بتهون على نفسها المشاكل اللي بتقابلها في حياتها؟ بقول بربنا، بصلي بصلي وأقول يا رب، بصلي كده وبرجع لله وبدعي، لو جاتني مشكلة ربنا بيبعدها عني. استعين بالله، صلي. في مشاكل اقف فيك، هقول لك مفيش مشاكل بس ربنا بيقف معايا. ايه الطريقة بقى اللي بتعبري بيها عن فرحتك لما بتحصل حاجة تفرح؟ بحمد ربنا طبعا واسجد سجدة شكر. بفرح بزغرط وبرقص وبفصح وبدعي لربنا. ايه بقى الحاجات اللي بيقولوها عن المرأة وحضرتك شايفاها مش حقيقة أو هي أشاعة؟ أهو مكانك المطبخ. ان هي نكديه، لا مش نكديه. انت تقعدي في البيت. ان الست ما بتستحملش عكس الراجل، تتحمل المسؤوليه اكتر فبتبقى شايله الهم، فبيقولوا عليها نكديه، بس هي مش نكديه والله. لا احنا مش نكديين، هي في حاجات بنزعل عليها. المراه عموما بطبيعتها مضحيه، اديني امثله ازاي المراه بتضحي. تجيب كل حاجه لعيالها وهي لا، بتشيل اللقمه بتديها لاولادها، ربنا بيطعمها من عندها اكنها كلت خروف. توصفي المراه المصريه بايه بالنسبه اللي بتقدمه للمجتمع؟ ست عظيمة طبعا، هي أعظم شيء في الوجود، المكافحة. وإيه الكلام اللي لو سمعتيه بيخليكي مبسوطة أوي؟ يا حبيبتي ابني بيقول لي أنت أحلى أم في الدنيا. ماما والله بجد لما بنحضنها بنديها بوسة هي أقدر من السعادة. في أوقات بيبقى كلام بسيط جدا بس ليه معنى عندنا كبير أوي أوي، يعني لما بعمل لبنتي الأكل وأكلها تقول لي اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. إزاي بقى المرأة المصرية بتشارك في الدفاع عن الوطن في حين إنها ما بتدخلش الجيش؟ بتربي عيالها تنمي فيهم حب وطنهم، فهي اكنها بتساهم في الحرب بالظبط. انا بقول لعيالي ما تخافوش من حد، اللي يهين بلدك اتكلم وقول ما تخافش، ما حدش هياخد روحك غير اللي خلقها. ازاي الست المصريه بتعرف تدير بيتها في عز الازمات؟ الحمد لله احنا عندنا حاجات تمشينا، في بلاد مش عندهم حاجه خالص، اكل وشرب، يعني هي الدنيا اكل وشرب. انا لو عملت مكرونه احنا كنا شبعنا، وربنا هيكرمني في اللقمه اللي انا باكلها اكيد. عزي حتى لما يكون في اي ازمه والبيت مستور وماشي، هل حد بره يعرف البيت ده جواه ايه؟ اديكي ماشيه امورها كده وساطره بيتها، ما بتروحش تشتكي لحد. ازمه عالميه مش احنا بس، فلازم انها تسند عشان البيت ما يتكسرش.
زي ما الدول بتوفر من احتياجاتها البيوت بتوفر من احتياجاتها. ايه الاغنيه الوطنيه اللي بتسمعيها بتاثر فيك؟ يا بلادي يا بلاد يا بلادي يا احلى البلاد يا بلادي. احنا بنشكرك وبنقول لك اتفضلي. انت قويه وسهله. انت الامان. انت الامان. انت عظيمه. هاي ما الله يبارك فيك. انت عظيمه. انت الامان. انت قويه. انت الامان. يا حبيبتي.